مرحبا يا الشعب. الفيديو اليوم راح يكون ريلز الانستغرام، لايك وشير وخلنا نبلش. It is حرام حرام حرام. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. جماعة رونالدو يا جماعة خرجوا عن السيطرة أبدا. في حكمة من الموضوع بس يجب أن نبحث عنها، لأني لم أجدها أبدا. اللي بعده، أتمنى أن لا يصل منتخب سوريا لكأس العالم، لأن قواعد تتويج فرنسا بكأس العالم 2026 هو المنتخب السوري. صح يا جماعة، كأس العالم يطبخ على نار هادية لأن مشان ما يخلص الغاز بسرعة، هيك على نار هادية. شو يعني مرة؟ إيش يا محمد، شو يعني أمك؟ يا شباب، شو يعني يا رجال؟ ولآخر لحظة اصنع معروف. تعرفون يا جماعة أنه هذا الشخص كم أجر أخذ؟ يعني حكمة. وهون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واستنوا الجزء الثاني. سلام.